الأسبوع ده هو الإنجيل عن الملكوت، والسيد المسيح لما اتكلم عن الملكوت كلمنا عن الاستفادة من الأمثلة الحية اللي حوالينا، فكلمنا عن الاهتمام، قال لنا انظروا زنابق الحقل، انظروا إلى طيور السماء، وطلب مننا نحن نتعلم من طيور السماء. فطيور السماء درس كبير خالص، ممكن نتعلم منها حاجات كتيرة. مثلا الغراب ممكن نتعلم منه ايه؟ نتعلم منه الاتكال على الله. يقول كده الآية، تقول تعلموا تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقوتها كم أنتم أفضل من الطيور. يعني الناس ممكن تشوف الغراب تتشائم منه، بعض الناس يعني، لكن يعني بأسلوب الإيمان إحنا نفتكر الآية الجميلة دي، إن الغراب ده لا بيزرع ولا ينزل كده ياكل ويشبع ويطير. طب هتاكل ايه بكره؟ يقول ما اعرفش، بكره ربنا هيرزقها باكله، هو لا يعول الهم ابدا. العصفور، ماذا نتعلم من العصفور؟ الهروب من الشر. العصفوره يقول ايه؟ المزامير يقول اهربوا لحياتكم كعصفور. بص، العصفور قبل ما يحس بالخطر يطير بسرعه، يخلع بسرعه. ايضا الكناري، عصفور الكناري الجميل اللي صوته جميل وشاجي كده ويسبح، نتعلم منه الشكر. ومعروف عن الكناريا انها لما في الرابعة من عمرها تفقد بصرها، لكنها تظل تغرد وتشجي الناس بصوتها الجميل. اليمامة نتعلم منها الوفاء، لما بيموت شريك حياتها بتعيش بقية حياتها أمينة ليه، لا تتخذ لنفسها شريك آخر، وفاء لهذا الشريك. الحمامة نتعلم منها الطهارة والبساطة. حمامة نوح لما لم تجد لها مقرا وسط الجيف الميتة والغرقانة رجعت للفلك اللي هو حضن المسيح القدوس، ولما عادت الحمامة في المرة التانية وفمها ورقة زيتون أشارت إلى عودة السلام والحياة إلى الأرض مرة أخرى. نتعلم من الحمامة أيضا الوداعة، تبقى كده وديعة ولذيذة ومسكينة كده وساكتة. ونتعلم منها أيضا الخدمة، الحمام الزاجل كان بيوصل الرسائل. النسر، ماذا نتعلم من النسر؟ نتعلم منه السمو والتسامي، لأنه بيطير على ارتفاعات شاهقة جدا. وما ننساش الآية الجميلة اللي في سفر الأشعياء، يقولوا أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. ونتعلم من النسر أيضا الحياة المتجددة. يقول إيه الآية؟ تقول يتجدد مثل النسر إيه؟ شبابك. واخدين بالكم؟ ماذا نتعلم من الديك؟ نتعلم منه الصلاة والتسبيح. هو يصحى بدري في نص الليل ويدن ثلاث مرات، يسبح الله ويمجد الله. هكذا الخليقة كلها دروس جميلة في التعليم نتعلم منها، وربنا بيحطنا النهاردة قدام مسؤولية أن ننظر إلى طيور السماء ونتعلم منها هذه الدروس الجميلة. شكراً.